بسم الله الحمد لله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أمين يا سميع يا عليم يا هادي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا عليه السلام والذي أوحينا إليك كذلك هو شرع إلهي كتاب الله وتشريعي هو ما ربي منزل حاجة إلا بقصد التشريع الحامي لمن آمن بالوحي قدر التشريع الإلهي ما فيش مقامرات التشريع كله هو يعني بيان لما يسلك بالخلق وفي مقدمتهم الإنسان الذي كرمه الله الرحمة يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم شوف خط واحد هي أوامر إلهية توصيات ربانية إليك وما وصينا به والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أشنو الوصايات اللي لكم منذ اليوم سنراه في الشريط الآتي إن شاء الله.